عن الترايزول ده عباره عن مركب اروماتيك هيتيرو سايكل كومباوند، هو عباره عن 5 ممبر رينج ان ساتوريتد، وبيتكون من 3 نيتروجين اتوم و2 كربون اتوم. الترايزول ده عباره عن ممبر من جروب كبير اسمه الازول، بتنقسم الى 2 كلاسز، الميدازول وترايزول. الفرق ما بينهم ايه؟ الاكس زي ما احنا شايفين دي لو كانت نيتروجين ده ترايزول، لو كانت كربون تبقى ميدازول. هو بيختلف في النمبر بتاع النيتروجين اتوم. هناخد اكزامبل عن الترايزول ديريفاتيف في البيولوجيكال سيستم او الفارماكولوجيكال اكتيفيتي، از انتي مايكروبيال، انتي انفلاماتوري، انتي مالاريا، انتي فايرال، انتي كانسر اكتيفيتي. اول مثال معانا هو الريبافيرين، ده بيستخدم از انتي فايرال. تاني مثال هو الريزاترايبيتان، وده بستخدمه از انتي مايجرين يعني للصداع. الترايزول ده بيوجد في تو تيمرز او تو ايزومر ليهم نفس الاستراكشر الفورميولا C2H3N3. بيختلف فين؟ في البوزيشن بتاع النيتروجين رقم 3. لو كان في البوزيشن رقم 3 اذا هو اسمه 1 و2 و3 ترايزول، لو كان في البوزيشن 4 هو اسمه 1 و2 و4 ترايزول. هنتكلم عن الكيمستري بتاع الترايزول، هو بيزك ام اسيدك هل اروماتيك او نوت اروماتيك. اولا النيتروجين بتعمل 3 بوند وعليها لون بير. تعال نطبق الكلام ده، النيتروجين رقم 1 هي اوريدي عامله 3 روابط، لكن الرابطه الثالثه في الباي سيستم في البي اوربيتال، اذا اللون بير مصيره ان هو يبقى في الاس بي 2 اوربيتال اللي هو يعني افيلبل ان هو يعمل ابستراكت لاي بروتون من اي اسيد، فبتشتغل از بيز. النيتروجين رقم 2 از ذا سيم نفس الكلام، اذا النيتروجين رقم 1 و2 از بيزك، بات نيتروجين رقم 4 هي عامله 3 روابط لكن الرابطه الثالثه مع الهيدروجين من بره، فاذا اللون بير المصير انه يدخل في الارومادستي انفولف الارومادستي، اذا نوت افيلبل انه يعمل بستركت لبروتون فبتشتغل از اسيد انها تفقد الهيدروجين اللي بره از بروتون لاي بيز. طيب هل هو اروماتيك ولا لا؟ اولا هو بلانر كلوز وول اتومز از اس بي 2 هايبريدايزيشن واوبيهيكال رول، حيث الكرول بتقول ان الباي الكترون بتساوي 4 ان بلس 2 حيث ان يساوي رقم صحيح. هنا عندي كام باي الكترون؟ 6 2 باي بوند، وعند اللون بير بتاع النيتروجين رقم 4 اذا ان بتساوي 1. السنسز بتاعت الترايزول ديريفاتيف مش النيوكليس، اول هناخدها ستيب باي ستيب. اول معايا الاربعه برومو بنز نيتريل از ستارتنج ماتيريال، بضيف عليها صوديوم هيدروجين سلفايد ومغنيسيوم كلورايد ودايميثايل فورماميد از سولفنت، وبقلب لمده ساعتين بيديني اربعه برومو بنز سايميد. هنشوف ده از ستراكشر، ادي مركب اربعه برومو بنز نيتريل يتحول الى اربعه برومو بنز سايميد. بعمل ميثايليشن للاربعه برومو بنز سايميد يتحول لي لاس ميثايل اربعه برومو بنز سايميد. تمام، ادي دي هو الميثايل دخلت على الاس. تمام، بعد كده بعمل للمركب ده كوندنسيشن مع 2 و2 و2 تراي فلورو ميثايل اسيتو هيدروازيد في 150 سيليزس في دايم سلفرمومايد، فبيديني المركب ده اللي بيحتوي على مين؟ الترايزول نيوكليس، وهو اسمه 3 4 برومو فينايل 5 تراي فلورو ميثايل 1 اتش 1 و2 و4 ترايزول. بعد كده باخد المركب ده بعمل له ان بيوتايليشن في 150 درجه سيلز بواسطه وباستخدام الدايم سلفرمومايد، وبستخدم بوتاسيوم كربونات از بيز. تمام، جاست ان انا بضيف بس سبستيتيوشن جديده على النيتروجين رقم 1 في الترايزول. الستيب الاخيره بس ان انا برضو بغير البروم دي الى الكايل، يعني ان انا بعمل ايه ديريفاتيف للترايزول. الاكتيفيتي بتاعته في البيولوجيكال سيستم ايه؟ تفرده عن النورمال كاربو سايكل اللي هو سايكل بنتادايين، وجود الهيتيرو اتوم اللي هي النيتروجين دي خلت واختلافها في الالكترونيجاتيفيتي عن الكربون غيرت الدايبول مومنت خلته سوليبل، وكمان في الاول كان سايكل بنتادين كان انسوليبل مش بقدر اعمل منه انجكشن ولا سيرب، لكن الترايزول ده فيري سوليبل. ثانيا هاي ميلتنج بوينت، فبالتالي ستيبل في شيلف لايف في الصيدليه، وكمان عالي في البويلنج بوينت. دي اكزامبل عن الترايزول ديريفاتيف از انتي فانجل، فلوكانازول، اتراكانازول، وتركانازول، وفوريكانازول، وسافوكانازول، وبوسكانازول. الميكانيزم بتاعه از انتي فانجل بيعمل ايه؟ ان هو بيعمل انهبيشن للانزيم اسمه الفا ديميثايليز او سيتوكروم بي 450، ده المسؤول في الخطوه الاخيره لتحويل اللانوستيرول الى ارجستيرول وتكوين الفانجل وول. دي السبس بتاعه الفانجل وول سينسز. اولا معايا السيركو ايه؟ بيتحول لاسكولين، والاسكولين ده بواسطه الاسكولين مونوكسجينيز بيتحول لاسكولين 2 و 3 اوكسيد، وبعد كده بيتحول لانوستيرول، وفي المرحله الاخيره بواسطه الالفا ديميثايليز بيتحول ارجستيرول. معايا تو دراجز بتاثر على السينسز الفا اللايلامين دراج، ده طبعا مش حكايتنا ولا مش موضوعنا، بس جبناه از انفورميشن، بيعمل انهبيشن للاسكولين مونوكسجينيز فبيمنع تكوين الفانجلول. الازول وده موضوعنا طبعا، بيعمل انهبيشن للالفا ديميثايليز او سيتوكروم بي 450، فبيمنع برضه تكوين الارجستيرول. دي طبعا الريفرنسز او البيبر جبناه من ساين فايندر، ودي ريفرنسز من جوه البيبر نفسها.